عيني يا سلامتك يا ماما يا حبيبتي. وانت يا بابا والنبي ما تقهر في نفسك كده، ان شاء الله كله هيبقى كويس. يا بنتي كويس منين بس؟ اذا كان الاهلي عنده 32 نقطة بس، ام بيقرب يحصله. انا عارفة ايه اللي خلاكوا تبعتوا الاسم منتبر ده يجيب دكتور، ده تلاقيه راح يجيب دكتور من بلدهم. ربنا يستر ما يجيبش دكتور بيطري. ما انت شايف ابوك اهو يعتمد عليه، يعني اسم الله عايش بجسمه معانا وبروحه في استاد القاهرة.